السلام عليكم رحمة الله وبركاته نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكة تحوي سلونا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

এই মসজিদে করা হবে এখন ইনশাল্লাহ বিশ্বের শান্তি কামনায় মঙ্গল কামনায় বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশকে পাক যেন এই করোনা মহামারী থেকে হেফাজত করেন সমস্ত মুসলিম মাকে আল্লাহ করেন পৃথিবীর সমস্ত মানব সম্প্রদায়কে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আল্লাহ পাক কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশন থেকে আল্লাহ পাক পরিত্রাণ দেন এই কামনা করে উস্তু মা আরম্ভ করছে ইনশাল্লাহ আজকে আমাদের ছোট্ট সোনামনে উস্তুকুল করবে ইনশাল্লাহ আমাদের ভাই ছেলে

كما صليت وسلم تبارك وتعالى سيدنا ابراهيم على سيدنا ابراهيم انك حميد امتي وسيكول شوطك كلمه الشهادات بس مكتوبة اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذكر شك ومكتوبات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Kalimah hawkilah pas لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 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 كلمة تقدس بس مكتوبة قدوس ربنا رب الملائكة والروح صبوه قدوس Sunra buh na, robul malaika tiyaro. Subo hun kudo. Sunra na, robul malaika tiyaro. Subo hun kudo. na, robul malaika hun kudo. Sunra buh na, malaika

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ويرى المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد <سؤال> لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا صراط المستقيم، صراط الذين نمت عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين، آمين، أعوذ بالله أكبر، بسم الله سوري، كلاس كله مكتوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله <سؤال> أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد

بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعوذ بالله اكبر بسم الله الشيطان فلق بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق <applause> من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع ومن شر النفسات في الوقت ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع ومن شر النفسات في الأكر ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر النفسات في الأقل ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله أكبر بتكبر. بسم الله شاته سورة ناس بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس, الناس, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس،, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حقا نزول الشريف أكبر مكتوب اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الكريم رحمة للعالمين <سؤال> شافي المظلمين سيدنا مونا نبينا محمد ولا عليه ولا بيت ولا دي وزوجتي وزوجي ولي أي أمة تسمع أما صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم ولا علي سيدنا إبراهيم إنك من أو اللهم ما وسلم وبارك الله في رسوله الكريم رحمة للعالمين شافي المظلمين سيدنا مولانا نبينا محمد ولا عليه ولا بيت ولا ديو زيت كي وزوز أي أمة يسمعين كما صليت وسلم تبارك تيم سيدنا إبراهيم ولا علي سيدنا إبراهيم إن كان من اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين شافي المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد ولا عليه ولا بيت ولا ديو زيت كي وزوز كما صليت وسلم تبارك تيم سيدنا إبراهيم ولا علي سيدنا إبراهيم إن كان من اللهم صل وسلم وبارك على عبد الكريم رحمة للعالمين شافي المذنبين سيدنا مونا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته وعلى آله وصحبه وزوجه كما صليت وسلم تبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك من مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبد الكريم رحمة للعالمين شافي المذنبين سيدنا مونا نبينا محمد ولا اله الا بيت ولاد يوسف وزاد يوسف السامل متسمان كما صلى وتسلم توكتم على سيدنا ابراهيم ولا علي سيدنا ابراهيم انك من المجد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك واصلي عليه رحمه للعالمين شاف المسلمين سيدنا مولانا نبينا محمد ولا اله ولا بيت ولاد يوسف وزاد يوسف السامل متسمان كما صليت وسلم توكتم على سيدنا ابراهيم ولا علي سيدنا ابراهيم انك من المجد اللهم صل وسلم وبارك على رسول الكريم رحمة للعالمين شافي المنير سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وعلى بيته وعلى زوجته وسلم المتسمعين كما صليت وسلمت وبركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك من مجيد اللهم صل وسلم وبارك على رسول ال كريم رحمه الله الا عليم شاف للمؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى اله والبيت ولا ذويتي وذوي الساب لم تسمع كما صليت وسلم تبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حم مجيد اللهم صل وسلم وبارك على رسول ال كريم رحمه الله الا عليم شاف للمؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى اله والبيت ولا ذويتي وذوي الساب لم تسمع

آقا نامدار تاجدر مدینہ احمد مزدبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک رحمہ بارکہ اللہ علیہ ان کو تفائل سے کل ممنین ممنات مسلمین مسلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کی جمعنات سے قیامت تک فائدہ ہوئیں اور ہم ان کو پہنچا اس کا سابق امبیلی میں سلام اصابق کی بار جمع سابروں پر پہنچا تابعین تابع تابعین امام مستحد امام ترکت گوس کتب رقیب نقیب نجیب شریف سعید قول علی اللہ بزرگان دین چار پیر چودہ کنواتا غیرم ترک مشد مرید کو خاص کر کے آل فاروق کے مشد مرید کو اس کے ساتھ پہنچ اور پر احمد نازل پر خاص کر یہاں جتے لوگ حاضر ہیں ان لوگوں کو رسی داروں میں سے جو اس در الفنہ سے در البقع کی طرف بحلت کر گئے ہیں ان کو اور ان کو آبا و کو اس کے ساتھ پہنچا ان پر احمد نازل فرما خاص کر کے ساتھ باہل بائد عجد شہیدن کربالا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہما ما فاطمہ رضی اللہ عنہ علی کرن الوجہ ہو صحابہ کے بار جمع صحابہ رو پر پہنچا اللہ ما یا اللہ جس مقصود کے لئے اور سکل معفل کے انتظام کیا ہے اس میں کامی آباتا فرما یا اللہ کاس کرے آمدر یامین دادب رحمت اللہ لائے انہیں روحر پر آسو پہنچے یا اللہ پاک آمدر بدل بھائی ربا اما دادا دادی دا نانا نانی آتی کن تردین تک بدا ہے تا در روحر پر آسو پہنچے ইয়া আল্লাহ পাক হక్కা আঞ্জুমানে থাকা তৌফিক দান করেন ইয়া আল্লাহ আঞ্জুমানের প্রত্যেকটা পরিবারকে আপনি কবুল করে নেন ইয়াল্লাহ পাক আঞ্জুমান থেকে যারা বিচ্ছিন্ন আছে তাদেরকে আঞ্জুমানের দামানে থাকা তৌফিক দান করেন ইয়া পাক প্রত্যেক ঘরে ঘরে এই উরসিকুল মজলিস কা আপনি জারি করে দেন ইয়া আল্লাহ পাক এই উরসিকুল মাসলিলের ফায়েজ রুসিলায় এই করোনা মহামারী থেকে প্রত্যেকটা হక్కা আঞ্জুমানের পরিবারকে আপনি হেফাজত করেন সুবহান রাব্বিকা বিআল ইজ্জাতি ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন اللهم <سؤال> اغفر لحينا ميتنا شاهدنا قائدنا سكيرنا كبيرنا ذكرنا أنصنا اللهم من منا فأهل الإسلام ومن توفيت منا فتوفى الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صلي وسلم بارك رسول الكريم رحمة الله شاف المزبين سيدنا مولانا الأمير محمد وعلى آله وصحبته أولادي زكيت يا صافيا اللهم إن

আব্দিকার রা সুলিল করিম রাহনতুল্লি আলামিন শাফিল মুজদেমিন সৈয়দ নাম আউলা না নবী আনাম আহমাদ ইম আলা আলি হে وَجُوَاجِهِ واصحابه واوليائه واماته اجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اگہ موت سَيْكُوِي بشر نَهِي سَمَانْ سو کل کی خبر نہیں سنو سکے سکنان کسرے برتر کہ آخر جاؤ گے مٹی کے اندر رب کے کہتے ہیں یہ ہر دم کہ پہنو تم لباس مر گے متم حضرت آدم نبی نیچے جمی کے چل بسے নোহ কিস্টে বানে আলমভি এহিছে চলবেসে স্মাইলসা কোখলিল হাকিম আলিম সুলাইমান হোদাউর ইদ্রিস ইউনুস সো আয়ুব সো دعوات اسلام کر کے ٹھہر چند چل بسے آسما پوری سا اور داود موسا حق میں لے کے توری تو جبور انجیل حق سے چل بسے بولون چل بسیں گے ایک دن ہم بھی سی سورت سے آپ چل بسیں گے ایک دن ہم بھی سی سورت سے آپ آخر فنا 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 وسطے جن کے زمین و عسم پیدا ہوئے جنت تل میں وہ حق کے پیارے چل بسے احبو بکر افسوس عثمان علی صدق عدل حلم علم اپنا دکھا کے چل بسے حضرت خیر ان بیٹی رسول اللہ کی تائیب و طاہر نبی کے دونوں بیٹے چل بسے چشمے دینے سے دشمن کے زہر پی لیا اور پرا یہ دل مح سے ڈالے چل بسے بولو چل بسیں گے ایک دن ہم بھی سی سورت سے آپ چل بسیں گے ایک دن ہم بھی سی سورت سے آخر فنا 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 شاہ دشتے کربلا نے ظالموں کے ہاتھ سے زخم تیروں نے جا شمشیر کھائے چل بسے بوحنی فا شفیع اور ملے و حنبل امام انتظام میں کر کے دیکھے فتوائے چل بس غوث آجم شائخ عبد القادر ایک علم کے فخر اور جنایو دو شبلی کے منند کتنے چل بسے ہیں یوسف شیری عزرا لیلا بلکی سے کتنے آئے شائر کو دیکھے تماشے چل بسے بولون چل بسے گے ایک دن ہم بھی اسی صورت سے آ چل بسے گے ایک دن ہم بھی اسی سورت سے آخر فنا 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 وامے کو کیس جلخا سلیما کو حکن اشی کے کامل تھے یہ لخو میں اچھے چل بسے سادی نے سب کے سب سکھن تھے, تھے جو لکما اور عرستو اور افلاتن حکیم کچھ نہ حکمت زندگی کی اپنی سیکھے چل بسے گوالی <applause> سے بھی ہزار آئے دنیا میں تبیب موت کی دارو کہیں سے پر نہ لائے چل بسے بولن چل بسیں گے ایک دن ہم بھی سے صورت سے آ چل بسیں گے ایک دن ہم بھی سے صورت سے آ আখের ফানা 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 বু আলি থামের হর এল মো ফান যখনি উস্কো হুই যাব جانے من دوستوں اس کے اس سے بولے کہ ہاں رات جو سینے میں ہے کر اب بیان بو علی نے رو کے تب ایسا کہا علم و فن سینے سے اب جاتا رہا در سمجھتا زندگی میں یہ سکن سکھتا عرفا کی نہیں مجھے اب ہنسی اس سب جاتا ہے جاہل بو علی ساتھ جن کے تھا یہاں پر لشکر فو سپا بےکسانہ قبر کے اندر اکیلے چل بسے جب سکندر مر گیا اس کے وزیر سب اسیت پر ہوئے فرما پیر پی ہاتھ باہر رکھ کفن کے چک سے بھر کے دونوں ہاتھ اس کی کھک سے مل کے سب تب کو لے کر چلے کچا کچا مشتہر کرتے ہوئے جاب جا کرتے نداب یہ سنو تم ہے سکندر کا پیام اب تو کس وار اس کے تھا زیر نگی بلکہ تھا واہ ملک روئے اج کے دن اس کو ہے اوارے گی ہے گریبی بے کسی بیچارے کی ملک و دولت و جور کچھ ہے نہ سات سے اس کے بھرے ہیں دونوں ہاتھ ایک ساتھ بھی نہ ٹھہرے جن کا ودا گیا جی کے جی میں ہی رہے ارمان سارے چل بسے দেখতে হে দেখতে আকসর আজে যা খুব খুবসরত চলতে ফিরতে চল বসে হায় পলটা ওর না আই কুছ খবর চুপকে কর শহরে খামোশা মে চল চলবসে বলুন چل بسیں گے ایک دن ہمیں سے سورت سے آپ چل بسیں گے ایک دن ہمیں سے سورت سے آپ آخر فنا 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 چل بسیں ایک دن ہم بھی سی سورت سے آ جس طرح جرے جمعیے لوگ آگ چل بسے جیسے چل بسنا بیان اور کا ہم کرتے ہیں دوست ہم کو کل کہیں گے آج وہ بھی چل بسے خانہ اصلی میں زنے کی زورہ تو فکر کر بھول آخے دکھ علمی یار کیسے چل بسے بولو چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی سورت سے آپ چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی سورت سے آپ آخر فنا 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 مبارک بدی اللہ علا ہی ارسق کل شاخا جلیسو کو مبارک ہو علا ارسک کل شاخا جلیسو کو مبارک ہو جلیسو کو مبارک ہو جلیسو کو مبارک ہو इलाही उर्सल शाख़ा फकीरो को मुबारक इलाही उर्सल शाख़ा फकीरो को मुबारक फकीरो को मुबारक फकीरो को मुबारक हो इलाही उसकल शाख़ा ओली मुबारक इलाही उर्सल शाख़ा oliyo ko mubarak ho oliyo ko mubarak ho oliyo ko mubarak ho ilahi ursul shaha shahido ko mubarak ho ilahi ursul shaha shahido ko mubarak ho shahido ko mubarak ho shahido ko mubarak ho বলোন মুাৰক হ' মুাৰক মুবাৰক হবাৰক হবাৰক হ' মুবাৰক মুবাৰক হ' মুবাৰক ইলি উ উচিকুল শাখা ৰাখি বৌ ক মুবাৰক ইলি উুল শাখা

ইলাহ উসকুল শাখা নজিৱ ক মুবাৰকো ইলাহী উৰসুল শাখা নজিৱ ক মুবাৰক নজিৱ কবাৰকো নজি বৌ কবাৰকো ইলি উৰসুল শাখা শৰিফ ক মুবাৰকো ইলাহী উসুল শাখাহৰি ফোন মুবাৰকো শ্বৰীফ ক মুবাৰক শ্বৰীফ কবাৰক বোলো মুবাৰ কবাৰক মুবাৰক 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 इलाही उर्सल शाखा साईं दो क़ौ मुबारक इलाही उर्सल शाखा साईं को मुबारको हो साईं को मुबारको हो साईं को मुबारको हो इलाही उर्सल शाख़ा मुड़ी दो इलाही शाख़ा को हो Muri do ko mubarako, Muri do ko mubarako. Ilahi urse kul shaqaa, Muslima ko mubarako. Ilahi urse shaha, shaqaa, Muslima ko mubarako. Muslima ko mubarako, Muslima ko mubarako. Ilahi urse shaha. গরিব কো মুবো ইলাহি উ শাখা গরিব কো মুবো গরিব কো মুব হরিব কো মুবো ইলাহি উসকুল শাখা আমির ও কো মুবো ইলাহি উরস্কুল শাখা আমির কো মুবারক ও আমির কো মুবারক হ আমি ৰোক মুবাৰক বলুন মুবাৰ কুবাৰক মুবাৰক 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 ই লাহি বংশ ফাৰুকিঅ খানো মা মুবাৰক ইলি বংশ ফাৰুকিঅ খানো মা মুবাৰক হ'ল আলে ফাৰুকী খানো মা মুবাৰক ইলাহী আলে ফাৰুকিঅ খানো মা মুবাৰক হো বুলবাৰক হ' মুবাৰক mubaraku ho mubaraku ho mubaraku ho mubaraku ho mubaraku o gurustam mubaraku ilahe moshidi moshid o gurustam mubaraku ilahe membari moshid অ কবাৰস্থা মুবাৰক ইলিম মছজিদ অ কবৰস্থা মুবাৰক বলুন মুবাৰক 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 হবাৰক হ' মুবাৰক হ' মুবাৰক মুবাৰক হ' মুাৰকামিন ইলাহি রহমত জিয়াদা করো কুল আলম পর আমিন ইলাহি রহমত জিয়াদা করো হামারে পীর রসন জমির দস্তগীর ফকির আলে আরেজি সাদেকি আলে ফাতেমা বুজ আলে ফাতেমা বংশে ফারুকি হজরত মুর্শিদিনা মৌলানা আজান গাছি সুফি মুক্তি মীর পীর শরীয়তি তরিকতি হকিকতি আমারি ফতি সাহেব পর আর কুল আলে ফারুকি পর আমিন ইলাহি رحمت زیادہ کرو ان لوگوں پر جو اس مجلس سے علاقہ رکھتے ہیں اور رکھتے تھے اور خاص کر جو حجر بس حد منہ استنہ بسہ ہے ان پر آمین الہی رحمت زیادہ کرو ان سے کل پر حق الہی رحمت زیادہ کرو حق نہیں انجمان ان سے پر اور ان سے جاری کرنے والے خاتم ممبروں پر اور ان کے محبن اور متعلقین پر آمین الہی رحمت زیادہ کرو فاروقی منزل پر اور فاروقی منزل کے تمام پر آمین الہی رحمت زیادہ کرو حقانی انجمان کے متولی اور نائب متولی پر اور ان کے وارثان و مرثان پر آمین الہی رحمت زیادہ کرو ان پر جو عرص کرنے میں تائید کرتے ہیں آئے میرے باری آئے میرے مولا تو اپنی خاص رحمت سے اس مقدس میں جتنے لوگ شریک ہیں ان کے مراد برلا آمین یا شافی مطلب جتنے مبتلا مرض ہے ان کو ظاہری بطنی صحت عنایت فرما آمین یا مسبب الاسباب جتنے بے روزگار ہیں ان کا کوئی وسیلہ لگا دے اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح بخش دے آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله القريم رحمة للعالمين خاتم النبي ابن عبد الله عبد القاسم محمد رسول الله نور من نور الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوات يا كاجي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين دوسر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المسلمين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وعلى بيته وأولاده وذريته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد وجعل اخر كلامنا عند سكرة الموت لا اله الا الله محمد رسول الله نور من نور الله صلى الله عليه وسلم امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমরা সূর্যস্তের পরে চক্র নফল নামাজ পড়ে দেব যারা দুই রাকাত করেছে তার আরো দুই রাকাত করে নিব আর যারা নামাজ পড়েন নাই নফল নামাজ তারা দুই রাকাত দুই রাকাত চার রাকাত নফল নামাজ আমরা মাগিবের নামাজের সময় করে নেব আমার এই ছোট মনিটা আছে এখন আমাদের সাথে লাইবে শাহিনের বাবুটা বাবা তুমি আছো আচ্ছা তুমি তাহলে এখন তুমি বেস্তি অজিফা পড়তে পারো বাবা জি তাহলে বিসমিল্লাহ তুমি বেস্তি অজিফা শুরু করো মুসাববিয়াতে আশারা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া বারিক আলা কাই رحمة للعالمين <سؤال> شاف المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وعلى بيته وعلى آله وزيته أمتي أسمعي كما صليت وسلم تباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله أكبر كتب بسم الله شهد سورة فاتحة مكتوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم ويل المغبوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مستعين إذن صراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم وإذن المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله أكبر بسم الله الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قول اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس،, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوصاص الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوصاص الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله أكبر بسم الله فلا شك مكتوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق <applause> من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع ومن شر النفسات في الأُكَل ومن شر حاسد إذا أسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع ومن شر النفسات في الأُكَل ومن شر حاسد إذا أسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفسات في الوقت ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا بسم الله الرحمن الرحيم أولا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر النفس أولا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن من شر النفسات في من شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أمين شر غاسق إذا وقف من شر في أمين شر حاسد إذا أسد أعوذ بالله أكبر بسم الله شاتم سورة إقلاس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعوذ بالله اكبر فتبر بسم الله شتى السوره كافرون شتمكتبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما بد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما بد لكم دينكم ولي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما بد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد لكم دينكم واليدين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبد ولا أنا ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد لكم دينكم واليدين بسم الله <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما بُدُ لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أبد ولا أنا عابد ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أبد لكم دينكم واليد أعوذ بالله كتب بسم الله الكرسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الهي لا لَا تاكده السَّنَاةُ وَنَنَوْلُهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وسيا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يطهب ما وَهُوَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْهَيُّ الْقَيُّومُ لا تأكده سماته له ما في السماوات وما في الأرض من جلتي الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يحيط بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الهي كي لا تأكده السنة ونناه ما في السماوات وما في الأرض من جل الذي أشفه عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا هيتون بشيء إلا بما شاء فسيكسر السماوات والأرض ولا يؤتوا هدزما ولي وعظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الهي كي لا تكده سماته وننوله ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا هيتون بشيء إلا بما شاء وسيكسر السماوات والأرض ولا يطيب ولا لوعظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الهي كي لا تأكده سناته وننو له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا هيتون بشيء إلا بما شاء وسيكس السماوات والأرض ولا يطيب ذمه ولا وظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو أو الهي لا تكده السنات ونول ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي عشفه عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يأتون بشيء إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يطيب ذم ولي بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الهي كي لا تأكده السنات ان له ما في السماوات وما في الارض من الذي يشفه هم إلا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يطوفون بشيء الا بما شاء وسيأكس السماوات والارض ولا يطيب ظلما ولا ذكر الشيخ شط مكتبا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر حقا تشريف شات مكتبه اللهم <سؤال> صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين شافي المسلمين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله ولبيته وأولاده وزوجي وزوجته ولي وأولياء أمتي أجمعين كما صليت وسلم تبارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك مِنَ مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبد رحمة للعالمين شافي <applause> المدمين سيدنا مونا نبينا محمد ولا عليه ولا بيت ولا دي وزيت وزوج وصابي ولي أي كما صليت وسلم تورك تهين سيدنا إبراهيم ولا علي سيدنا إبراهيم إنك من المجد اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الكريم رحمة للعالمين شافي المدمين سيدنا مونا نبينا محمد ولا علي ولا بيت ولا دي وزيرتي وزوجي وصابي عليه كما صليت وسلم تبارك تيم جل سيدنا إبراهيم ولا علي سيدنا إبراهيم إن من مجيد الله ما وسلم وبارك على رسول الكريم رحمة الله من شافى المدمير سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى علي ولا بيت ولا دي وزيرتي وزوجي وصابي عليه ومتيش كما صليت وسلم تبارك تيم جل سيدنا إبراهيم ولا علي سيدنا إبراهيم إن من مجيد اللهم <سؤال> صل وسلم وبارك على عبد الرسول رحمة رحمة للعالمين شافي المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله والبيت وعلى آله وزيته وزاده الصحابة ولأي أمة أجمعين كما صليت وسلم تبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم إنك من مدير اللهم صل وسلم وبارك على عبد الرسول الكريم رحمة للعالمين شافي المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله والبيت وعلى آله وزيته وزاده الصحابة ولأي أمة أجمعين كما صليت وسلم تبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك امام مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبد الرسول الكريم رحمه للعالمين شاف المؤمنين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى اله والبيت وعلى ال وزوجه وزوجه الصحابه الى يوم تسمع كما صليت وسلم تبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك امام مجيد دائما سوره شاطمه اللهم اغفر لي ولوالدي والما تولد دوالي من الله علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ولوالدي عالما تولد دوال من له حق علينا ولجميع المؤمنين <سؤال> والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وأموات إنك مجيب الدوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ولوالدي من تولى ظواما له وكن علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وأموات إنك مجيب الدواء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ولوالدي من تولد ظواما له وكن علينا

اللهم <سؤال> اغفر لي والي والدي والي ما علينا ولي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله يعمين أموات إنك مجيب الدوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي والي والدي والي ما علينا ولي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله منه أموات

اللهم فعل بي وبه معزلا عازلا في <صفيق> الدين والدنيا ولا ترى ما انت الله عل ولا تفل بنا وما ما نهل له عل انا غفور حليم جواد كلم، ما يكون بر غفور اللهم فعل بي وبه معزلا عازلا في الدين والدنيا ولا ترى ما انت الله عل ولا تفل بنا وما انا ما نهل له عل انا غفور حليم جواد كلم، ما يكون بر غفور اللهم فعل بي وبه معزلا عازلا في الدين والدنيا ولا كره ما انت الله عن ولا تفل بنا ما انا ما نهل له عن ان غفر هاي منجاز كريم ما يكون بر غفور اللهم <سؤال> فابي ما به معزلا نازلا في الدين والدنيا ولا كرا ما انت له عنه ولا تفل منا ما نما نهل له علور إنا غفر هيم جاد كيم نايف مر وفر اللهم فابي ما به معزلا نازلا في الدين والدنيا ولا كرا ما انت له عنه ولا تفل منا ما نما نهل له علور إنا غفر هيم جاد كيم نايف مر وفر

اللهم صل وسلم بارك على رسول الكريم رحمة الله من شاف المزبين سيدنا مولانا نبي محمد وعلى آله وأهل بيتي يا أولادي عند ذرية الأزهار يحيا كما صليت وسلم تباركت وترهمت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وجعل آخر كلامنا عند سكرة الموت لا إله ইলা আল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ নূর মিন নূরিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়া সাল্লাম আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের দয়া আল্লাহ পাকের রহম এবং করম একটা দুধের বাচ্চা আজকে এই যে বেহستی ওজি ফমসাবেত আশাড়া পড়ল আমরা অত্যন্ত খুশি বাছাদের উপরে আমাদের এই শাহিন ভাইর اولاد এই বাচ্চাটা আমাদের বজলিশে নম্বরে পীর ভাই আজান হুজুর হজিরকুল্লার দয়া যে এই ছোট বাচ্চা আমাদের মজলিশে আমাদের নাম্বারে পীর ভাই তাহলে এই নাম্বার হয়ে যাওয়ার পিছনে একটাই কারণ আজান গাছির রহমতুল্লাহ যেভাবে চাই সেভাবে মজলিস পরিচালনা করতে পারেন আজান গাছির রহমত আলায় একটা কলা গাছকে দিয়ে মজলিস পরিচালনা করতে পারেন কাজে উনি এই ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে আমাদের শাহিন ভাইয়ের বাচ্চা আমাদের নাম্বারে পীর ভাই হয়ে গেছে আমাদের আক্তার ভাইয়ের একটা ছোট বাচ্চা আমাদের নাম্বারে পীরভাই হয়ে গেছে আল্লাহ রহমতে আমার ছোট একটা বাচ্চা আল্লাহ রহমতের নাম্বারে পীরভাই হয়ে গেছে এই যে আঞ্জুমানের শাখা প্রশাখা হাজে বিস্তার করছে এবং আবেসাব রহমতুল্লা আলা এর যে ওসিয়াদ ছিল আজান গাসি উজুল কুল্লাহ করেছিলেন যে বাবা তোমার আম গাছে অনেক আম হবে সময় মতন তুমি দেখতে পাবে তাহলে আমাদের জনাল ভাই যেটা বলেন যে আমরা এখন অনেক আম দেখতে পাচ্ছি কাছে তাহলে এই আমগুলো হচ্ছে আজান গাছি রহমতুল্লাহ নিজের হাতে করা এই যে আম গাছটা উনি লাগিয়েছিলেন আবেদ সাহেব রহমতুল্লাহ আল্লাহ যেটাতে হুজুর কেবলা ইসলা করেছেন খান বাহাদুর রহমতুল্লাহ ইসলা করেছেন সেই আম গাছটাতে অনেক ফল ধরছে যেটা এখন আমরা দিব্য দেখতে পারছি তো ঘরে বাইরে হাক্কানি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করার এই যে উদ্দেশ্য এটা সফলতার মুখ দেখছে ইনশাল্লাহ এই যে ছোট ছোট বাচ্চারা আজকে ওরসিকল পড়ছে মার্সিয়া পড়ছে মোসাবতি আশারা পড়ছে এই বাচ্চাগুলোর জন্য আপনারা সবাই খাস করে দোয়া করবেন আপনাদের অন্তরের অন্তরস্থল থেকে এই ভবিষ্যতের হাক্কানি আঞ্জুমানের যারা অনুজ আছেন তাদের জন্য ইনশাল্লাহ আপনারা দোয়া করবেন এরা ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ হাক্কানি আঞ্জুমানের দামানটাকে আরো প্রতিষ্ঠিত করবে আমরা এই কামনা করছি তো আজকের এই মাহফিলে আমাদের ইয়ামিন দাদা জন্য দোয়া হয়েছে আমাদের উত্তরার বাদল ভাই পরিবারে পরিবারের জন্য দেওয়া হয়েছে আগামীকালকে ইনশাল্লাহ আমাদের বাংলা বাজার নিবাসী তাজ কোম্পানি পাবলিকেশনস এর সত্তাধিকারী জনাব নাজিম উদ্দিন ভুইয়া সাহেবের পরিবারের জন্য ইনশাল্লাহ মাহফিল এবং দোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে ইনশাল্লাহ তো আমরা যে কথা বলছিলাম যে এই ঘরে ঘরে যখন হাক্কানি আঞ্জুমানটা এই প্রচার এবং প্রসার হবে তো এই জীবন জীবনযাপনের মাধ্যমে আপনার ঘরে হাক্কানি আঞ্জুমান পৌঁছে যাচ্ছে কাজে এটা এখন আপনার দায়িত্ব হচ্ছে এটাকে সুস্বাগতম জানানো সাদর সম্ভাষণ জানানো হাকানি আঞ্জুমান যেহেতু আপনার ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে এটাকে সাদর সম্ভাষণ জানানো আপনি এটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন না কখনই আঞ্জুমান এবং প্রসারের জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করবেন এবং আপনার পরিবার প্রথম আপনার ছেলে মেয়ে তাদেরকে এই আঞ্জুমানের এই প্র্যাকটিসে অন্তর্ভুক্ত করবেন তারপরে আপনার যে আরো পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন আছে তাদেরকে এই আঞ্জুমানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করবেন তারপর আপনার সমাজে যে মসজিদ আছে মাদ্রাসা আছে মক্তব আছে যে লোকাল পেপাল আছে তাদেরকে আপনি এটার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করবেন তো ইনশাল্লাহ আমাদের ইচ্ছা হচ্ছে এরকম ঘরে ঘরে যারা ফলোয়ার আছেন তারা এই উরসিকুল মাহফিল গুলো নিজেরা করার চেষ্টা করবেন এবং যেই দিনই যাদের উরসিকুল মাহফিল থাকবে তারা ইনশাল্লাহ নিজেরা লাইভে সেইটা পড়ার চেষ্টা করবেন আর আমরা সবাইকে যোগাযোগ করার জন্যে আমাদের যে লিঙ্কটাকে আমরা দিয়ে দিই কেউ যদি চান যে আমি হাক্কানি আঞ্জুমানে জয়েন করব আমি হাক্কানি আঞ্জুমানে পারফর্ম করব আমি হাক্কানি আঞ্জুমানে শরিক থাকব তাহলে আমাদেরকে আমাদের অ্যাডমিনে আপনারা জানাইলে আমরা তাদেরকে একটা লিংক পাঠিয়ে দিব প্রত্যেক দিনের জন্য একটা আলাদা আলাদা লিংক থাকে আজকের জন্য একটা লিংক আছে আগামী কালকের জন্য আরেকটা লিংক হবে এইভাবে আপনার ফোনে আপনার মেসেঞ্জারে একটা লিংক পাঠিয়ে দিতে হবে সেই লিংকটা দিয়ে আপনি আমাদের এই হাক্কানি আঞ্জুমানে ঢুকে যাবেন এই আঞ্জুমান আজকে সারা পৃথিবী ব্যাপী অগ্রসর হচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এবং মসৃণ ভাবে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ তো এই আঞ্জুমানের হাকানি আঞ্জুমানের যে দামান আছে এটাকে আপনারা ধরে রাখার চেষ্টা করবেন আমরা খবর নিয়েছি আমাদের অনেক পীর ভাই বাসায় এখন এই হাকানি আঞ্জুমানের প্রোগ্রাম দেখেন অনেকে টেলিভিশন আছে টেলিভিশনে ইউটিউবের মাধ্যমে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টেলিভিশনে আপনি কানেক্ট করতে পারবেন এই চ্যানেলগুলোকে এবং ইউটিউবের মাধ্যমে আমাদের এই প্রোগ্রামগুলোকে আমাদের অনেক পীর ভাইরা দেখেন এবং দেশে বিদেশে যারা আছেন তারা এই আমাদের এই গ্রেনেজমেন্ট টাইম অর্থাৎ জিএমটি হিসাব করে এই হাক্কানি আঞ্জুমানের এই মজলিস সঙ্গে তারা লাইভ শেয়ার করেন ইনশাল্লাহ তো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই উদ্দেশ্য আখের জামানার মজাতে আজান গাছে সুফি মুফতি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের এই হাক্কানি আঞ্জুমানকে লোক সমাজে পরিচয় করে দেওয়া একটা বিনা পয়সার দরবার একটা কোরআন হাদিস ভিত্তিক দরবার একটা অলি আল্লাহ হওয়ার যে দরবার এই দরবারটাকে মানুষের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য আমাদের এই উদ্যোগটা আমরা নিয়েছি ইনশাল্লাহ তো আপনারা সবাই দোয়া করবেন আজকে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সানসেট হয়ে যাবে তো আমরা বেশি করে ইস্তেকফার পড়তে থাকি এই কারণে যে ইস্তেকফারের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের রাগ প্রশমিত হয় ইস্তেকফার পড়লে আল্লাহ পাকের রাগ কমে যায় আর বেশি বেশি দান সদকা করলে আল্লাহ পাকের রাগ কমে যায় তো আল্লাহ পাক কেমন রাগান্বিত বাইরের দিকে তাকাইলে বুঝতে পারেন বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখেন একটা রমজান মাস কিন্তু রোদ খা খা করছে অলমোস্ট ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস উঠে গেছে টেম্পারেচার চল্লিশ ডিগ্রি টেম্পারেচার উঠে গেছে বাংলাদেশে তাহলে আপনি বুঝে দেখেন কি অবস্থা তো এই জন্য আল্লাহ পাকের কাছে বেশি করে ইস্তেক ফার করেন আল্লাহ পাকের কাছে বেশি করে ইস্তেক ফার থাকেন গোনা খাতা মাফ চাইতে থাকেন দেশের জন্য দোয়া করতে থাকেন এবং গরিব দুঃখী যারা আছে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকেন ইনশাল্লাহ সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের রাগ কমে যায় এটা হাদিস দ্বারা সাবেদ যে যখন আপনি ইস্তেক ফার আল্লাহ সেই জনপথ থেকে গজব কে উঠিয়ে নেন এবং যখন আপনি দান করেন সেই দানে আল্লাহ পাকের রাগ প্রশমিত হয় তো ইনশাআল্লাহ আমরা এই আল্লাহ রাগান্বিত অবস্থা থেকে আমরা মুক্তি চাই কারণ আল্লাহ পাক যদি আমাদেরকে ধ্বংস করে দেন আমাদেরকে বাঁচাবার মতন কোনো শক্তি নাই আর আল্লাহ পাক যদি আমাদেরকে বাঁচিয়ে দেন আমাদেরকে ধ্বংস করার শক্তি কারো নাই তো এই কারণে আমরা বেশি করে স্টক পারের বজदीश করব এবং আল্লাহ পাকের কাছে

أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله العظيم من الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إحنا أدعى شبه سمرات نجواب دي الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله عليك يا رسول الله قرتان يا رسول الله لما متاني بسماع البصر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله

وبس مقام محمد الذي وعدت ورزقنا شفاته يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ابي محمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولنا القران امامنا اللهم صل وسلم بارك على رسول الكريم رحمه العالمين شافي زبين سيدنا مولانا من محمد وعلى علي وعلى بيت اولاد حضرات دل واد وصحبه اولياء ماين كما صلى الله عليه وسلم صلى الله سيدنا ابراهيم ولا علي سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد وجعل اخر كلام عند سكرة الموت لا اله الا الله محمد رسول الله نور من الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امرا لبنى লিভ إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم